حمو وردة كده حمو شحطتني وراك. ما انا فاهمك وردة، ما حدش يجري ورا مني لا في اسام ولا في نيابات. كلت حمو؟ كلت ايه بس يا وردة؟ هو البس لي نفسي اكل طول ما انت بعيد عنا. جميل تسبب هذا الفيديو الذي نشره المؤثران المصريان بسة ووردة بحبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. أهلاً بكم في هاشتاغات مع غالية. أثار اعتقال صانعي المحتوى المصريين محمد حسام الدين الشهير ببسة وبسمة حجازي المعروفة بوردة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. فحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، تم توجيه تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة للمؤثرين اللذين ينشرا محتوى كوميدي على منصات التواصل. يظهر في الفيديو الذي واجهت فيه النيابة المصرية الشابين وردة وهي تزور خطيبها المحتجز بسة. المتهمين قالا إن هدف الفيديو كان الإضحاك وزيادة المشاهدات، مؤكدين أنهما لم يصطنعا مكاناً يشبه السجن. فتصوير الفيديو كان في كافيتيريا بالإسكندرية فيها باب حديدي. عرفت حجمك؟ انا هنا اشطب الزبادي كل فل. انت عادي؟ عادي. طب بص عينيك عليا الايام الجايه. عافيه زوق شويه وقت وهبقى فوق. مستنيك يا زوق. مؤثرة مصرية أخرى اعتقلت أيضاً هي أنوش التي تنشر فيديوهات تحت عنوان روتيني اليومي. مباحث الآداب المصرية وجهت اتهامات لأنوش تتعلق بخدش الحياء وممارسة الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي. تقول أنوش إنها مطلقة وإنها لجأت للإنترنت لإعالة أسرتها. اعتقال السيدة المصرية يأتي ضمن حملة أطلقها محامون في مصر تحت اسم تطهير المجتمع. الحملة أثارت جدلاً، فالبعض يراها وسيلة لحماية قيم المجتمع، فيما يرى فيها آخرون أداة للتضييق على الحريات الاجتماعية وحقوق المرأة.